وسهلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في نشرة إخبارية جديدة من قناة المكلة، والبداية بالعناوين. محافظ حضرموت يفتتح مبنى المؤسسة الاقتصادية اليمنية بالمكلة، ويتفقد سير أعمال الترميم في مكاتب الإدارة المحلية بالمكلة. هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي تصل المكلة لتدشين أعمال الدورة الثانية للجمعية الوطنية. المكلة بطل لبطولة المحبة والسلام للعبة الدراجات الهوائية بساحلي حضرموت. من العناوين التفاصيل، أهلا بكم. افتتح محافظ حضرموت قرار المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني المبنى الجديد للإدارة العامة لفرع المؤسسة الاقتصادية اليمنية بمنطقة خلف بالمكلة، وتدشين إعادة تفعيل نشاط المؤسسة بحضرموت. واستمع المحافظ من المدير التنفيذي للمؤسسة سامي السعيدي إلى تطلعات المؤسسة في إعادة نشاط فروعها وفقا والتوجيهات الحكومية في هذا الجانب. وأشاد المحافظ بجهود المؤسسة لإعادة نشاطها في حضرموت، وأكد أن السلطة المحلية بالمحافظة ستدعم تفعيل نشاط الفرع وتنظيم معرض منتجات المواد الغذائية والاستهلاكية الذي يأتي ضمن توجيهات السلطة المحلية للتخفيف عن المواطنين، والذي سيخدم أحياء مدينة المكلا كافة. تفقد محافظ حضرموت صباح اليوم سير أعمال الترميم في مباني مكاتب الإدارة المحلية بحي السلام بالمكلة ضمن خطة السلطة المحلية لإعادة تأهيلها وتجهيزها. واطلع محافظ حضرموت على الأعمال الجارية في إعادة تأهيل مكاتب الضرائب سابقا، كما اطلع على حديقة ونافورة ديوان المحافظة التي جرى إعادة تشجيرها وتزيينها بنافورة جديدة. كرم محافظ حضرموت الفائزين والمشاركين في مسرحية إغراء السنابل التي عرضتها فرقة حضرموت للمسرح التابعة لمكتب الثقافة بالساحل ضمن مهرجان المسرح الوطني في عدن. وأشاد محافظ حضرموت خلال التكريم بالممثلين والكوادر المسرحية بالمحافظة، مثنيا على إبداعهم وتشريفهم المحافظة في عدن، داعيا إياهم إلى زيادة الاهتمام بالأعمال المسرحية واستقطاب مواهب شابة جديدة لامتداد الحركة المسرحية. وأكد المحافظ بأن المحافظة تولي المسرح وكادره اهتماما يليق بمقامهم والرسالة يؤدونها. من جانبه، أشار مدير مكتب الثقافة خالد القحوم إلى أن فوز حضرموت بجائزة أفضل نص وأفضل ممثل في مهرجان المسرح الوطني بعدن يعد انطلاقة جديدة نحو حصد جوائز أخرى في المهرجانات التي تقام داخل الوطن وخارجه. وفي سياق متصل، وجه محافظ حضرموت مدير عام مديرية الشحر بزيارة الصحفي القدير الأستاذ محمد سالم قطن والاطمئنان على صحته. كما وجه مدير عام مديرية المكلة بالاطمئنان على صحة المذيعة والإعلامية القديرة أنيسة خميس بن جبير. وأشاد المحافظ بعطاءة الإعلاميين القديرين الأستاذ محمد قطن والأستاذ أنيسة خميس في المجال الإعلامي بوصفهما من الكوادر الرائدة اللذان أفنى جل عمرهما في الكتابة الصحفية والإذاعة والتلفزيون. ووجه المحافظ مديريتي الشحر والمكلة بالاطمئنان على صحتهما، مؤكدا حرص قيادة السلطة المحلية على دعمهما وتوفير العلاج اللازم ليتماثلا للشفاء بإذن الله. وصل رئيس هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي القائد عيدروس قاسم الزبيدي إلى مدينة المكلة، ومعه أعضاء هيئة الرئاسة لتدشين أعمال الدورة الثانية للجمعية والفعاليات المصاحبة لها المقرر انطلاقها السبت القادم. وكان في مقدمة مستقبلي رئاسة المجلس من أبناء حضرموت ورئيس وأعضاء اللجنة التحضيرية للدورة والقيادة المحلية ورؤساء وأعضاء لجان الجمعية، وحظي وصول قيادة المجلس الانتقالي باستقبال جماهيري وشعبي حاشد من أبناء حضرموت وصد ترديد الأهازيج والرقصات الشعبية وعبارات الترحيب، مؤكدين وقوفهم والتفاهم مع قيادة المجلس الانتقالي وتأييدهم لكافة خطواتهم في استعارة وبناء الدولة الجنوبية المدنية الحديثة القائمة على العدالة والمساواة بين كافة أبنائها. ترأس وكيل وزارة التربية والتعليم مدير مكتب الوزارة بساحل حضرموت الأستاذ جمال عبدون اجتماع اللجنة العليا للاختبارات بحضور قيادات العمل التربوي والتعليمي والمختصون في لجان الضبط والتحكم والفحص بالمحافظة والمديريات. وفي الاجتماع، شدد الوكيل عبدون على ضرورة استمرارية تكثيف التوعية في محاربة ظاهرة الغش بين أوساط الطلاب في جميع المدارس والثانويات والمجمعات التربوية والتعليمية،
وتخصيص مساحة للتوعية بشكل مستمر ضمن فقرات الطابور الصباحي وعبر إذاعة المستقبل، مؤكدا إلى أنه خلال 3 سنوات المنصرمة تحققت نجاحات كبيرة في خلق استقرار العملية الاختبارية. هذا وناقش الاجتماع جملة من المواضيع الخاصة بالمقترحات وما تم إنجازه للتحضير للعملية الاختبارية، واستعرض تقارير لجان الفحص لوثائق الطلاب المتقدمين لاختبارات إنهاء المرحلتين الأساسية والثانوية، إضافة لاستعراض الترشيحات بأعضاء لجان الضبط والتحكم بالمديريات. ومن جانب آخر، افتتح مدير مكتب الوزارة بساحل حضرموت الأستاذ جمال عبدون مشروع إعادة تأهيل المبنى الجديد لثانوية قيل بنيامين بدعم وتمويل من محافظة حضرموت. واطلع عبدون على مستوى التجهيزات وسير العملية التربوية والتعليمية بالمديرية وما استنهج من المقررات الدراسية في حجرات التدريس وفقا للتقويم المدرسي الوزاري، كما قام بزيارات تفقدية استطلاعية لروضتي العليب وقيل بنيامين الجديدتين كأول رياض أطفال حكومية تشهدها المديرية، كما تفقد سير الدراسة في مدرسة عبد الله بن أبي رواح للتعليم الأساسي بمنطقة القرن وعبادة بن الصامت بمنطقة باب الحيق، متعرفا على حجم الصعوبات تعرقل سير الدراسة بهما، وأكدا على حرص مكتب الوزارة بالمحافظة بتذليل الصعوبات ووضع الحلول وتقديم الاحتياجات لإنجاح سير الدراسة. التقى مدير أمن ساحل حضرموت العميد منير التميمي بالمدير التنفيذي للمؤسسة الاقتصادية اليمنية الأستاذ سامي السعيدي بحضور وكيل وزارة الداخلية لشؤون المحافظة الشرقية اللواء الركن سعيد علي العامري، وناقش اللقاء المشاريع التي أوكلتها وزارة الداخلية للمؤسسة الاقتصادية اليمنية للقيام بها وتنفيذها في حضرموت واستئناف العمل فيها مجددا بعد أن توقفت بسبب الأحداث التي عصفت بالبلاد وسيطرة العناصر الإرهابية على مدن ساحل حضرموت. وقال السعيد أن المؤسسة الاقتصادية اليمنية جادة في البدء بتنفيذ تلك المشاريع والرفع بالمشاريع الجديدة التي تعمل في حضرموت. هذا وتعتبر هذه الأعمال المؤسسية ضمن إطار أعمال التنمية تشهدها المحافظة خلال العام الجاري. تفقد وكيل وزارة الداخلية لشؤون المحافظة الشرقية اللواء الركن سعيد العامري إدارة الأمن والشرطة بساحل حضرموت، وذلك لمناقشة الأوضاع الأمنية والإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية. وأشاد اللواء الركن العامري بالأمن والاستقرار تشهده محافظة حضرموت الساحل ونجاح الأجهزة الأمنية في فرض النظام والقانون واهتمام قيادة الأمن بتطوير العمل الأمني للأفضل وتأهيل المباني التحتية والاهتمام بتأهيل العناصر الأمنية. وفي سياق متصل، تفقد وكيل وزارة الداخلية اللواء الركن سعيد العامري إدارة البحث الجنائي بساحل حضرموت، وخلال زيارته أشار بدور إدارة البحث الجنائي على الجهود العظيمة التي تبذلها إدارة البحث ومنتسبيها في سرعة التحري وضبط القضايا الجنائية وتحقيق مستوى كبير في تقدم العمل في المحافظة. افتتح وكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية المهندس محمد العمودي في كلية الحاسبات والقانون والتعليم المفتوح بجامعة حضرموت معرض الفنون التشكيلية. وخلال الافتتاح أشار الوكيل العمودي بالجهود المبذولة من قبل جمعية الهندسة المعمارية وتفعيلها للأنشطة الطلابية والبرامج العلمية ودورها في تعزيز البيئة الأكاديمية والتنافسية في الجامعة. وطاف المشاركون في الافتتاح بعدد من أركان المعرض والتي تنوعت بين الرسم والخط العربي والتصوير الخاص واللوحات التعبيرية وعرض المجسمات العمرانية. بلغت إجمالي القضايا والبلاغات تلقاها مركز الأمن بمديرية مدينة المكلا خلال شهر يناير الماضي للعام الجاري 76 بلاغا، حيث تمت معالجة 61 بلاغا منها وسجل 15 بلاغا ضد مجهول، وكذا تم ضبط 86 مشتبها به. يذكر أن قضايا السرقة تحتل المرتبة الأولى بعدد 33 قضية، ثم يليها في المرتبة الثانية الأذى الجسماني بعدد 14 قضية، ويحتل شرب الخمر المرتبة الثالثة بعدد 12 قضية. قال مدير الإدارة التجارية بكهرباء ساحل حضرموت جمال بن فضل أن الحملة التي تنفذها الإدارة بقطع التيار الكهربائي عن المتأخرين عن تسديد ما عليه من متخلفات تأتي بناء على توجيهات محافظ حضرموت، وذلك لتحصيل المديونية المتراكمة لأجل أن تفي المؤسسة بالتزاماتها مع الجهات الداعمة
تحصيل المديونية المتراكمة وتقليل الفاقد في التيار نتيجة الاختلاس والربط العشوائي. وأشار مدير التجارة بأن السلطة المحلية بالمحافظة وقيادة المؤسسة تراعي ظروف المواطنين وعملت على تسهيل تسديد ما عليهم من متأخرات بعمل جلولة للمديونية بنظام التقسيط لتجنب فصل التيار عن منازلهم ومواقعهم التجارية. وفي سياق متصل، نفذ عمال مؤسسة الكهرباء ساحل حضرموت أعمال الصيانة وتوزيع الأحمال بشبكة التيار الكهربائي بأحد أحياء منطقة فوة، وذلك من خلال سحب الأحمال من محول علي بن أبي طالب إلى المحول الجديد القريب من مسجد الصالحين بفوة، وذلك لتجنيب ارتفاع الأحمال بفصل الصيف القادم. نظمت غرفة التجارة وصناعة حضرموت بمدينة المكلا الدورة التدريبية الثانية في صناعة العطور والبخور بمشاركة 40 متدربة من سيدات الأعمال، لتستمر للفترة من 14 وحتى 21 من فبراير الجاري. وفي حفل افتتاح الدورة أشار القائم بأعمال المدير العام للغرفة التجارية المحامي مجدي مبارك إلى أن هذه الدورة التدريبية تأتي ضمن اهتمام مجلس إدارة الغرفة التجارية لدعم وتنشيط القطاع النسائي في إطار النشاط ليقوم به قسم السيدات الأعمال للرفع من قدرات ومهارات السيدات، مشيرا إلى أن الدورة الأولى حققت نجاحا كبيرا للمتدربات من خلال إبراز منتجاتهن في أسواق البيع المحلية بالمكلا، ويتلقين المتدربات بالدورة عددا من المهارات في صناعة العود الملبس والعطور وصناعة البخور بجميع أنواعه ومهارات أسس التسويق للمنتجات الصناعية المحلية. انطلقت بمدينة المكلا دورة التصوير الفوتوغرافي والفيديو لمعيلات الأسر بمشروع تحسين سبل العيش باليمن، ضمن البرامج التدريبية لقطاع التدريب والتأهيل المهني لمعيلات الأسر بمشروع تحسين سبل العيش باليمن الممول من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وعبر الشريك المنفذ ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية، والذي يستفيد من نحو 10 من معيلات الأسر بواقع 80 ساعة تدريبية. وقف اجتماع عقد بمكتب وزارة الشباب والرياضة بمدينة المكلا، وضم المدير العام لمكتب الوزارة ونائب رئيس لجنة كأس حضرموت وأعضاء اللجنة من فرع اتحاد كرة القدم بساحل حضرموت أمام الترتيبات النهائية لنهائي كأس حضرموت السادسة، والتي سيحتضنها ملعب الفقيد برادم بين التضامن وسمعون في 8 من شهر مارس المقبل. واستعرض المجتمعون العديد من النقاط الخاصة وتوزيع المهام على اللجان المختصة، وتم تكليف اللجان المختلفة كل وفق تخصصه من الجوانب المالية والفنية والأمنية والمراسيم والجانب الإعلامي وإمكانية بث المباراة تلفزيونيا ومباشرة على الهواء وإعداد النشرة الخاصة بالبطولة والتكريم. وأكد الجميع على أهمية تضافر الجهود للإسهام الفاعل في نجاح الحدث وإظهار الصورة المشرفة لرياضة حضرموت. توجد الدراج الصاعد علي العطاس بكأس المركز الأول فئة الناشئين، فيما نال لاعب المنتخب الوطني هاشم العطاس كأس فئة الكبار أثر حصوله على المركز الأول في اختتام تصفيات بطولة المحبة والسلام لأندية الساحل والهواء، والتي شهد منافسات خط مطار الريان الدولي تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ حضرموت وإشراف مكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت وتنظيم اتحاد الفرع. وكانت المنافسة حاضرة في أجواء السباق، إذ قطع فيها المتسابقون حوالي 30 كيلومتر ذهابا وإيابا في مسار اتجاه خط مطار الريان الدولي وثم العودة بالخط المحادي وانتهاء إلى موقع انطلاق السباق. بهذا الخبر وصلنا وإياكم لختام نشرة لهذا اليوم، وهذا تذكير بأهم ما جاء فيها. محافظ حضرموت يفتتح مبنى المؤسسة الاقتصادية اليمنية بالمكلا ويتفقد سير أعمال الترميم في مكاتب الإدارة المحلية بالمكلا. هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي تصل المكلا لتدشين أعمال الدورة الثانية للجمعية الوطنية. المكلا بطل لبطولة المحبة والسلام للعبة الدراجات الهوائية بساحل حضرموت. ختام النشرة، حتى الملتقى، دمتم في أمان الله.